علامات حب الله للعبد، هذه كتسول على هذه العلامات. العلامات هي التوفيق، من العلامات ديال حب الله تعالى للعبد التوفيق، كيكون ربي تعالى وفقك للخير، وفقك للخير يعني فين ما كان شي خير كتلقى راسك راكي كاينه حاضره في الخير. هذه من العلامات ديال الخير اللي كينوض الفجر وكيقويه الله على الفجر، راه هذه من علامات حب الله تعالى. راه ربي كيبغيك اللي خلاك يعطاك الجهد وعطاك العزيمه باش تنوض الفجر، اللي كيقرا القران، اللي كيقد يدير الصدقه، كيمد يدو لجيبو وما تقيلاش يدو في الصدقه. ما كتجيش الصدقه قاصحه وثقيله بحال كيقطع اللحم ديالو، لا، كيعطي الصدقه وعنده واحد الفرح. هذه من علامات حب الله تعالى، اي التوفيق. ربي موفقك للخير، كتشوفي راسك ملي كتبغي ديري الخير كتلقى راسك فرحانه. كاين اللي كيبغي يدير الخير كيديرو، هو كيبغي الخير ولكن كيلقاه صعيب داك الخير، ما كيبغيش يدار له. فمن يسر الخير او يسر الخير وتيسره للعبد، هذا من علامات حب الله سبحانه وتعالى.